وتتأخر الدورة الشهرية وعمليات الإباضة لعدة أشهر بعد الولادة عند المرضع، خاصة إذا أرضعت الطفل بشكل طبيعي، لأن إنتاج حليب الثدي يؤخر عودة الدورة الشهرية، وهو في الواقع تقنية لمنع الحمل. لكن من أجل استخدام هذه الطريقة بشكل صحيح، يجب أن يكون عمر الطفل أقل من 6 أشهر، وأن ترضعه الأم على الأقل كل 4 ساعات، هذا أثناء اليوم، وكل 6 ساعات في الليل، ومعدل الفاعلية ينخفض مع تقدم السن أو حدوث تغير في عدد الرضعات عندما يبدأ بالنوم خلال الليل وتبدأ الإباضة مرة أخرى في أي وقت دون الانتباه لذلك، مما يعني أن الأم قد تصبح حامل قبل أن تنقضي الدورة الأولى بعد الولادة.